السلام عليكم. احنا سكان جامعة الملاليين اللي تبع العمالة تطوان. في هذا الحي هذا كاين واحد القاعة الافراح اللي ماشي مرخص ليها، كتزاول يعني النشاط ديالها بصفة عادية جدا. وحنا قمنا بالتعرض عملنا شكاية للجامعة والعمالة، هما طلبوا طلب الرخصة والجامعة رفضت، واصحاب هذه القاعة هذه قدموا بشكاية للمحكمة الإدارية في الرباط على حسب هذه الرخصة هذه، وبالضبط المحكمة يعني أكدت الرفض هذه الرخصة. ومع ذلك فإن هاد الناس هادو هاد الليلة هادي راه 5 الصباح اليوم كان الحفلة موجودة، والناس يعني كيقوموا بالنشاط ديالهم بطريقة عادية جدا. وما عرفناش لأن التبليغ الحكم خرج في 28/3/2023، وحتى هاد الساعة ما كاينش التوقيف لهاد القاعة هادي. الجامعة كتقول لك ماشي التخصص ديالنا، كتضم مع القائد كيقول لك ما جاني حتى شي امر بالايقاف. ما عرفناش المصلحة المختصة اللي عاد تقدر يعني توقف هاد النشاط العشوائي. وهذه منطقة اللي كاينة في الوكالة الحضارية هو منطقة مخصصة للسكن والفيلات، وغير مسموح لأي نشاط اقتصادي وتجاري يكون هنا. وكتعرفوا بما أن الحفلات الأعراس شنو كتجلب معها، كاين الناس هنا كيوقفوا في الباركين كيعملوا أشياء غير يعني لا أخلاقية، وتعاطي المخدرات، وهذا الشيء هذا كيزعجنا وكيزعج يعني الأطفال ديالنا. وكاين الناس مراض ولاد صغار ما كنقدروا نعسوا والصيف هادي، بان تقدروا في الحراره ان داك يخلي السراجم ديالهم مفتوحين. وما يعني كنجي ندوزوا الكونجي هنايا، حنا من الجاليه كنجي كندوزوا شهرين هاد الصيف هنا، ما كاين كيكرهونا وكيكرهوا الوليدات ديالنا في المغرب. زعما هذا ما عرفناش المصلحه المختصه اللي تقدر اللي عندها القدره للضرب على الايدي ديال هاد الناس هادو. وكنتمنى من العامل تطوان لانه واحد السيد مشهود ليلو بالنزاهه ديالو والصرامه ديالو اتخذ الاجراءات اللازمه بالايقاف ديالي. ومع العلم ان انا طلبت مرتين اللقاء به ما جاني حتى شي رد، ومشات الشكايه للعماله بالحق ما كاين حتى شي رد الفعل هذا الطلب هذا. السلام عليكم. كيف ما قال الجار ديالي راه المعاناه يوميه هاد الليله هادي 5 الصباح ونص والصداع. عندنا وليدات، انا شخصيا مريض، كتكون معايا الوالده ديالي مريضه. كنطالب من السلطات ديال مدينه تطوان سواء العماله وصاحب الجلاله، لان هاد السلطات ديال جامعه الملالين ما ساعدوناش، ما خلينا فيمشينا، ما خلينا ما قلنا بطريقه يعني محترمه، طريقه يعني قانونيه. بالحق ما فهمتش الناس اللي موالين هاد القاعة، ما فهمناش شكون كيساعدهم، شكون واقف موراهم. حنا كنعرفوا المغرب دولة ديال القانون، وكنطلبوا المساعدة اي سلطة تقدر تساعدنا، لان حد الان وحلتنا هادي 2020 وحنا كنعانيو 21/22 ودابا 23، كنحسوا بان هاد الناس هادو اللي كنمشيو عندهم بحال كيدونا على قد عقلنا. والغريب في الامر انه كاين حكم قضائي، وملي مشيت للجامعة قال لك لا سيدي راه عندنا الورقة ديال التنفيذ، عنفدوها فياخ ما جا شي عرس اجو خبرونا. راه كان فياخ ما كيكون شي عرس راه كنصور وكنصيفط فيديوهات وكنمشي للجامعة، واخا ان شاء الله كيدونا على قد عقلنا. علاش ما فهمناش يا سيدي؟ كنتمنوا زعما نمشي واحد يساعدنا وصافي.